يعني هذا الأسبوع نوعا ما مستقر بالنسبة لتداولات الدولار الأمريكي، ولكن في اتجاه صاعد بشكل عام، طبعا مع بدء الفدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، رفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2018 في اجتماعه الماضي، بل وأكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيكون يعني ما يقرب من رفع الفائدة في كل اجتماع حتى نهاية العام. تصريحات جيروم باول بالأمس كانت تصريحات داعمة جدا للدولار الأمريكي، مع التأكيد على تشديد أو مضي الفدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، طبعا مع استمرار ارتفاعات التضخم بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن أعلى وتيرة ارتفاع منذ حوالي 40 عام في الولايات المتحدة. أسعار المستهلكين الذي المؤشر الذي يقيس أسعار السلع والخدمات يعني بالقرب من أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي عند 7.9%. فلا يوجد حل أو لا يوجد مفر أمام الفدرالي الأمريكي إلا بالتجديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة، وإن كان سيكون لهذا الأمر تبعات اقتصادية طبعا أو تداعيات سلبية على الاقتصاد، ولكنه لا يوجد الآن مفر أمام الاستمرار في رفع الفائدة بشكل كبير ويعني سحب السيولة أو المضي قدما في تقليص برامج شراء الأصول. فبالطبع كل تلك العوامل لا تزال داعمة للدولار الأمريكي على المدى البعيد. نحن ننتظر اليوم بيانات القطاعات التصنيعية والخدمي في الولايات المتحدة. طبعا لو البيانات دي أظهرت تحسن ملحوظ فسيكون هذا دليلا قويا على استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي سيكون داعم طبعا للدولار الأمريكي ولمضي قدما في تجديد السياسة النقدية. يعني بشكل عام السياسة النقدية لدى الفدرالي الأمريكي لا تزال داعمة طبعا للدولار الأمريكي على المدى البعيد، وأيضا استمرار التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا حتى وقتنا هذا لا يزال داعم للدولار الأمريكي بما أنه عملة ملاذ آمن في المقام الأول. نعم، عندما نتحدث إذن عن يعني هذه التوترات الجيوسياسية، هناك أيضا قمة مرتقبة ما بين جو بايدن والأوروبيين، يعني قمة أوروبية من الممكن أن يكون أو تحمل هناك الكثير من العقوبات الجديدة أو حزمة عقوبات جديدة. كيف ترين أداء الدولار مقابل اليورو وسط هذه يعني التذبذبات والمعطيات الجديدة، لا سيما أن اليورو حاول أن يعني يتنفس إلى حد ما في الفترة السابقة حتى مع الأسواق بشكل عام؟ طبعا يعني يحاول بايدن ضم الاتحاد الأوروبي إلى سلسلة العقوبات التي تم فرضها على روسيا، ولكن الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة لمنطقة اليورو مختلف تماما على الولايات المتحدة. منطقة اليورو تستهلك أو تحتاج 40% من الغاز والنفط قادم من روسيا، وبالتالي ففرض أي عقوبات وانضمام الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة سيكون له ضررا سلبيا جدا على منطقة اليورو في الفترة المقبلة. رأينا أنه حتى في اجتماع الماضي للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ تصريحات محافظ البنك كريستين لاجارد أكدت على أن التداعيات السلبية سيكون يعني أمام منطقة اليورو لا مفر منها مع استمرار التوترات الجيوسياسية، لأن طبعا يعني لو قلنا من سيكون المتضرر الأكبر من هذا الأمر سيكون طبعا أوروبا التي تحتاج إلى روسيا في الغاز وفي الطاقة. فطبعا يعني فرض العقوبات سيكون له سيتسبب في استمرار ارتفاع أسعار السلع في تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة وأن منطقة اليورو حتى الآن والبنك المركزي الأوروبي حتى الآن لم يغير سياسته النقدية التوسعية التي تضغط على أداء اليورو. فحتى الآن البنك المركزي الأوروبي يواصل سياسته التوسعية ويواصل يعني الضغط على قيمة اليورو في الوقت الذي بدأ فيه الفدرالي الأمريكي بالفعل في تجديد السياسة النقدية. فحتى لو انضمت الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة فسيكون هذا يعني له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد منطقة اليورو، ويعني سيذهب اليورو إلى مستويات أقل من 1.10 أمام الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة. لا يزال على المدى البعيد اليورو يعاني من ضغوطات قوية أمام الدولار الأمريكي على عكس الجنيه الاسترليني. يعني إذا رأينا بريطانيا وجدنا أنها بنك إنجلترا نجح في رفع الفائدة 3 مرات متتالية، معدلات التضخم تواصل ارتفاعها. فلو قارنا يعني تمت مقارنة ما بين أداء الجنيه الاسترليني وأداء اليورو أمام الدولار الأمريكي فهناك تشابه في السياسات النقدية ما بين بنك إنجلترا وبين الفدرالي الأمريكي، وبالتالي من الممكن القول أن الجنيه الاسترليني سيتعافى أو سيتمكن من الاستقرار أمام الدولار الأمريكي على عكس اليورو، لأن تباين السياسات النقدية
التأدية الواضح يضغط على أداء اليورو حتى على المدى البعيد. نعم، يعني عندما نتحدث عن المنطقة الآن نتحدث عن الليرة التركية، أيضا هناك تحركات إيجابية وأكيد بشكل أو بآخر تتأثر بشكل إيجابي، يعني السياسة تؤثر بشكل إيجابي أحيانا وبشكل سريع على العملات. بالنسبة أيضا للجنيه المصري، كيف ترين حركته أمام الدولار الأمريكي؟ بدأ الجنيه المصري التعافي نوعا ما أمام الدولار الأمريكي، وإن كان بوزارة ضعيفة طبعا بعد التراجعات القوية التي شهدها الجنيه المصري عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، سواء رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس مرة واحدة أو بخفض قيمة التعويم الجنيه وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، طبعا لأن مصر يعتبر من الاقتصادات التي تضررت كثيرا من الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، سواء في ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا في المقام الأول بالنسبة للقمح، ومن ناحية تانية تضرر السياحة لأن أكثر فئة تتجه يعني قادمة من السياحة من مصر تأتي من روسيا ودول شرق أوروبا، فبالطبع يعني حتى الصادرات السياحية بالنسبة لمصر تراجعت، وزيادة التدفقات الخارجية أو تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد طبعا مع استمرار التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا. على المدى المتوسط إلى المدى البعيد من الممكن أن تكون قرارات البنك المركزي المصري داعمة لاستقرار الجنيه طبعا بسبب الشهادات الودائع التي أقرها البنك بنسبة 18% فائدة، وبالتالي نجح يعني البنك المركزي خلال الأيام الماضية في تجميع أكثر من 40 ل 50 مليار جنيه مصري، طبعا تقليل السيولة بالنسبة للجنيه قد يتسبب في نوعا ما استقرار الجنيه، ولكن الأمر الأكبر الآن هو محاولة دعم المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة في محاولة للتوصل للاكتفاء الذاتي بدلا من الاعتماد على الاستيراد في المقام الأول. أماني رشيد، محللة أسواق مالية من إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، صباح الخير.